مساكم مساكم خويا لاباس بخير خويا تعيش هاني دبرت لك هاني صبت لك الدواء تاعك اللي خصك برك قول لي انت دوك وين تسكن وين على واش من طريق ناخذ وين نجي جوست الى غايه منزلك يصلك دواءك هي مبادرة من جمعية خيرية تزود أصحاب الأمراض المزمنة بمختلف الأدوية وللوقاية من تفشي الفيروس القاتل وخوفاً على صحة المرضى تقوم هذه الجمعية بتوصيل الدواء إلى غاية المنازل يعني لحقت باش نعطيك الدواء تاعك انا قدام دارك الله يبارك فيك ربي ربي يبارك فيك كل يعني مع مخرج لي ميديكامون مع مخرج هذه حاجة مليحة يعني الإنسان يعني مبادرة مليحة يعني ما عندي ما نقول فيها يعني حاجة اسمها وفيتي الحوايج تاع الميكروبات كل حاجة يعني الزوجة اللي راهي مريضة على كل حال يعني عندها مرض مزمن تاع السكر هذا ولاتونسيو حوايج بزاف يعني كيما نقولوا هذا وانا ديت على كل هالشيء اللي يعني اللي يناسب الاخر العديد من اصحاب الامراض المزمنه وقعوا في حيره من امرهم ففي ظل جائحه كورونا ومع الحجر المنزلي توقف مدخول البعض خاصه اصحاب المهن الحره فمن اين وكيف يتحصلون على الدواء رعيت للسيد هذا مسكينك تشوفي فيها وجا عندي وجاب لي لاماريل وجاب لي بوندلت وانكول نشكره بزاف اي واحد يحتاج دواء يعيط لي حنايا نوفر له الدواء يعني بالمستطاع كاين ادويه اللي يصيبها باغ اكزومبل يقدر يدوموندي ربع ادويه خمسه يصيب ثلاثه يصيب اربعه يصيب زوج يقدر يصيبهم كاع تسمى رانا نجمعوا ودورنا نمدوا والمحسنين تاني يعاونونا يعني يعاونونا بالادويه نقصدوا المحسنين قال باللي عندنا ناس محتاجين يخصهم دواء يشريونا ادويه ونحطوهم في الجمعيه هي ايام مباركه يتسابق فيها البعض للخير في تجاره مربحه مع الله جزائريون اثبتوا اكثر من مره انه في عز الازمه تولد الهمه مشاهدينا السابعة صباحا و